اخذ شكل دفاع عن الكرامه الانسانيه للمغرب نغد الجزائر نغد ليبيا نغد تونس نغد نفس الشيء. اذ لم تتح له الفرصه الان بحمل السلاح لانه الظروف الموضوعيه والظروف اللي كانت نيلاند غير لا تتيح بحمل السلاح او الظروف نيلاند غير نمشي دغنا التحليل نشاني مزيغن الواقع النضالي شمال افريقيا نبغي سني حتى من اد شن اذا من سن سلميا لان النضال السلمي هو ارقى النضالات كما يقول المهاتما غاندي. المهاتما غاندي ان ياك الناس الهند محاربه استعمار البريطاني للهند يجب ان نتحد ونقاطع جميع الاشكال نا سنتقل كونتاكت المستعمر سننتصر او تستغم دوزان يحروين سن لما تما غاندي كان كاين تصاوب على السكري يحروين سن طيب يشتادو نقول لي السكري يعني نسم في اشياء بسيطه لما تما غاندي تفكن تس الفرص هذه امن المغور كبير لقومه الهند رفض. علاش؟ من اجل القيمه الانسانيه التي يحملها في قلبه من اجل ارجاع القيمه للهند وهذا هو الاساس. المعتوب للناس انا بارك العربيه عمر خالق عباس المسعدير القاضي قدور عبد الكريم الخطابي وناس رفضوا المعامله مع النظام المغربي رفضوها رفضا باتا. ننا كنيك اوهو لان هذا الشكل ديال الاستقلال اللي غيتجرى دغيا هو شي استقلال شكلي بزاف من تيسم بنيان تفكي هذيك اقتصاد الريع تفكي هذيك سميت من ست سنين بنيان من اجل ضرب الانسان الامازيغي والهويه ديالو. وبالتالي الحركه الامازيغيه اتت لارجاع اعتبار هاد المناضلين في التاريخ ديال المغرب. راه ما كتهضرش ليك سميتو عبد الكريم الخطابي كمناضل يدافع على الارض راه كيشيروا فقره ديال جوج سطور النضال ديال عسوب اسلام جوج سطور وتجي النضال ديال علال الفاسي والحركه الوطنيه الكتاب شهرين وانت كتقرا فيه ما كتعرف فين تخرج وما فين تدخل.